مساء الخير. الآن أنا مع صديقي ببغاء، اسمه كاشا. إنه لطيف جدا وطيب. نعم. كاشا يفعل المساج لرأسي. كاشا إنه ذكي جدا ويستطيع التكلم. نعم، قد تعلم بعض الكلمات. يرقص على رأسي. كاشا، قل لي شيئا. كاشا، كاشا 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 روح. أحب الحيوانات للغاية. لدي كلبان، كلب صغير وكلب كبير، وكذلك ببغاء. إن الحيوانات أصدقاء للناس. إذا رأيتم حيوانا في الشارع يحتاج إلى مساعدتكم، يحتاج إلى الأكل أو إلى الماء، خاصة في فصل الصيف، ولا تترددوا في تقديم المساعدة له، لهذا الحيوان المسكين. ويعني يجب أن نمد يد المساعدة للجميع، أليس كذلك؟ لنفعل الخير.